هو الطفل الموهوب تونسي اسمه ياسين اللزمي ابن الأستاذ حافظ اللزمي. هذا الطفل اللي أبدع بعزفه على البيانو وتحصل أيضا على جوائز إن شاء الله باش نجوها الليلة تباعا في سهر الليالي عبر موجة إذاعة التطاوين. خليني أسلم عليهم بما أنهم موجودين حاليا في فرنسا. سي حافظ، مساء النور، مرحبا بك. أهلا عسلامة. شنو أحوالك سيدي؟ الحمد لله يا ربي، صباح الحمد لله. الحمد لله. أول حاجة باش نهنيك على هذا الطفل الرائع. أنا نشوف فيه ونشوف أيضا نتابع مختلف الفيديوهات اللي نازلين ما شاء الله، يعني كتكوين ويعني هو دعم خاصة الوالدين، يعني دعم من اللي هو صغير أمنت بيه وحطيته هيك، يعني كأنه الواحد يتأمل مستقبلا انه حابب توصلوا لمرتبه معينه لياسين. تقريبا قطعت شوط مهم جدا في سنوات هذه ما شاء الله، حصلتوا على جوائز وايضا حسيت انه فما هكا الابداع الخاص لانه من عيونك باين سي حافظ، يعني هالرضا التام على ابنك. الحمد لله. العملية مش سهلة، معناتها تتطلب صراحة، معناتها في مجهود كبير ياسر، معناتها تنجم تبدع في القراية، تنجم تبدع في الرياضة. في الموسيقى صعيبة شوية في تونس، معناتها باش توصل لمستوى عالمي يلزمك مجهود كبير ياسر ياسر، يلزم مجهود كبير ياسر، ويلزم معرفة، خاصة المعرفة، معناتها مش متحاشك، مش ماديات، ماهيش فلوس، ماهيش وقت فقط، يلزم المعرفة ويلزم الدراسة، دراسة الحكاية بالباهي بالباهي، وكل نهار تخمم فيها باش تحاول توصل للمستوى اللي انت تحب توصل له. نعم، وقتاش بدأت الحكاية مع ياسين؟ ياسين في عمره 4 سنين في مسرح الحمامات، كان نعم ترجع الفيسبوك تشوف أي انه 4 سنين اول عرض عمله في مسرح الحمامات نعم، مع الاوركسترا السيمفوني الجامعي والمدرسي. يعني قبل 4 سنوات بدأت الحكاية ايوه والفعلية، يعني من وقتها في المونستير في الحمامات اي تحديدا. في الحمامات، في الحمامات حمامات نعم. العرض ما كانش بتاع عازف كبير، لكن ساقه حطت، معناتها حط ساقه على الخشبه بتاع المسرح، عمره 4 سنوات، معناتها ما كان شاء الله تشجيع بصراحه وقتها، معناتها بمحافظ مخني، أي وفما خدمه صارت قبل 4 سنين، صارت فما خدمه في الدار كبيره عملناها باش وصلنا للمستوى هذاك. ممتاز. بعدها بدأ التكوين الفعلي والنوتة. أنا اللي فعلا أبهرني إنه حافظ النوتة، يعني يمشي بالنوتة ياسين. ممتاز. هي العملية هذيك تبهر وقت الواحد ما معناتها ما يعرفهاش الحكاية، معناتها وقت قد ما تبدا صغير، قد أي ما تبدا صغير قد ما تقدر تعمل كل شيء. استيعاب راهو يكون فما أكثر. في أي الموسيقى لا، معناتها وقت تبدا صغير تجي تعمل ياسر حوايج. احنا الفترة نتاع الصغر هذيك اللي هي من عامين حتى ل6 سنوات اون جينيرال في تونس نخسروها، واللي هي تعتبر هامة وهامة وهامة جدا. الـ4 سنوات من 2 لـ6 هذوك يصير فيهم كل شيء، نعم كل شيء. وفما الدراسات أخرى اللي معناتها صايرة في أمريكا يحكوا على النوروسيونس، معناتها يقول لك الفترة هذيك هامة ياسر، وديجا يقسموا العباد، يقسموا الأطفال، اللي عامل موسيقى قبل 7 سنين واللي عامل موسيقى بعد 7 سنين يختلفوا، نعم يختلف المخ نتاعهم يختلف، معناتها فما دراسات نتبع فيهم، فما دراسات كبيرة ياسر قاعدة تصير في علاقة الدماغ بالموسيقى بالافتراضي المادي، فما خدمة كبيرة معناتها. وهذه معناتها بصراحة معناتها سمحت لي أني معناتها في الاختصاص، معناتها نعمل بيداغوجي ميوزيكال ونقري في المعهد العالي للموسيقى نعم بتونس، أكيد. هذاك الاختصاص نتاعي، وهذاك اللي معناتها اللي حبيت نعمله، حاولت نعمله في ولدي. أي شوف، أحيانا الواحد ما ينجمش يوصل للي يحب عليه، لكن من خلال أولاده يحاول طموحاته الكل يصب ما عنده حتى يوصلهم للمرحلة اللي هو تمناها ممكن أن يكون فيها. صحيح، معناتها انا تمنيت بالحق، معناتها حبيت الحاجتي، انا تمنيت ان يكون موسيقي باهي على خاطر نحب الموسيقى، وثاني حاجه تمنيت اني نحاول اللي قريته واللي حاولت شفته في الكتب واللي حاولت عملت، انا عامل تيز في السربون في الحكايه هذه، معناتها نعم حبيت نشوفها تنجح العمليه وناجحه العمليه، معناتها كاني نحب نبرز ذاتي فيه هو.
الحمد لله. وينو ياسين؟ سلموا عليه مباشرة الليلة. ياسين، أو بعدك. صحاب، السلام عليكم. سلام، أهلا وسهلا، شنو أحوالك ياسين؟ الحمد لله. كنت في الأوركستر فرنسي دي جون تالون ميوزيكو أي في ستاج بتاع ستاج تاع بيانو، عاملينه آخر، عاملين أوركستر اللي مشاركين فيه مختلف الآلات، يعملوا أوركستر، وهذاك كنت غادي نعمل في ستاج. اي نعم، عمل التربص. وكيفاش كان التربص الستاج هذا؟ كيفاش كان؟ باهي، باهي يس، وتعرفت على برشا في برشا ناس. تكوين به، اي تعرفت على برشا ناس. من هو؟ تعرفت من مختلف الدول، اي نعم. وشن فما 9 دول شاركوا في الستاج هذا. اي وشنو قالوا على ياسين؟ شنو؟ عجبتهم؟ عجبتهم؟ شنو قالوا اي عليك؟ بي اي عجبتهم الجديد. باهي، خلينا نسمعوا. اي ياسين تفضل. ماني عملت انا قبل ما نجي لفرنسا كونكور انترناسيونال في سوريا، تحصلت على الجائزة، اي ان شاء الله ما كنت مبروك. من الفايزين. اي ما عندهاش برشا هذه الجائزة اللي كانت في سوريا، ما عندهاش برشا نتذكر. اي 10 جويلة. اي ما عندهاش برشا، مديدة صغيرة. وباش نرجع بعد شوية زادة باش نحكي على الجائزة والتكريم اللي كان الجائزة الأولى في المسابقة العالمية للبيانو بعد شوية. خلينا نزيد نسمعوا ليلى ياسين مباشرة في إذاعة تطاوين. يلا ياسين، فعلا برافو. شنو يعمل ياسين وقت اللي تتنقل من دولة لأخرى؟ يا أخي يوفروا لك بيانو خاص وإلا تاخذ البيانو؟ لأن نعرف أن الأصعب آلات وتنقلها هي آلة البيانو، ما تنجمش تنقلها من مكان لآخر، صعيب شوية. أي شنو تعمل؟ يحضروا لك بيانو غالي ولا شنو؟
كنت تبدا مثلا مسارح مثلا مسرح البلدي بجنب الكونسيرفاتوار ناسيونال دو تونس، نجم ناخو بيانو الكتريك من غادي ونعزف عليه. والاغلبيه ساعات اخر مره في مارس شاركت في مسابقه بين المدارس الاعداديه، أي معناتها لازمني نعزف وقت ما لقيتش بيانو. وليت خذيت بيانو من الكونسيرفاتوار اللي نقرا فيه وعزفت غادي وخذيت الجائزة الأول. ما شاء الله، يعطيك الصحة. أنت ديما الجائزة الأولى، كيما الجائزة الأولى في المسابقة العالمية للبيانو اللي كانت في المغرب، تحصلت عليها الجائزة هذه، وأيضا الجائزة الخاصة باسم الموسيقية المغربية الراحلة جيتا. يعني ما شاء الله. ايه أي كيفاش كانت فرحتك وقتها وأنت تستلم الجوائز هذوما ومشرف تونس، وبعدها زاد استقبلك وزير الشؤون الثقافية في تونس؟ كنت فرحان على الاخر كي خديت كي نستلم جوائز، خاطرني عارف روحي من قبل 3 شهور ولا 4 شهور وانا نخدم ليل ونهار باش نجم ناخذ جائزة في المسابقات هذه العالمية. وهذا يزيدك إلا دافع قوي حتى المرات الجاية زاد ديما تشارك في المهرجانات والمسابقات وتجيب لنا جوائز لتونس. اي البارح الحفلة الأخرانية في الكنيسة مادلين إيه نعم. تاع باريس، أي عملنا كونكور معروف برشا انترناسيونال ليكليدور، تعرفوش اي بالطبيعة. انترناسيونال هذايا نتاع مجموعات آلية، مجموعات بتاع آلات، كل واحد يقدم غناية بتاع آلات. أنا كنت مع اون باسونيست وفلوتيست، عم وواحدة واحدة ش من ش مش واحدة من الصين وواحدة فرنسوية. خذينا الميدالية في الضي. جيد، يعطيك الصحة. وكملنا العرض البارح في الكنيسة نتاع المدلين، وكانت باهية ياسر. راني توا واليوم تفتيح. راني توا قاعد توا قاعد في فرنسا، الطيارة شدي انا طيارة تجي نهار الأربعاء، من نقعد اني نستنى حتى كي تجي طيارة هذاك نمشي هو باش توا نصور. حتى تفرهد. اي لا توا انت تشد البيانو وكهو وتستنى نهار الاربعاء ان شاء الله ترجعوا سلامات لتونس باذن الله. يعطيك الصحه ياسين، كمل هيك حتى تعمل برشا 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 جوائز وبرشا زادة عروض. احكي لي شويه ياسين، كيفاش كان العرض في سوريا وقتها وقت اللي شاركت؟ اللي كان به ياسر شاركوا فيه استقبلوكم؟ يمكن 25 مشارك، اي فرحوا بيكم فما غادي. فرحوا بينا بالكدا فرحوا بينا. كانت مسابقة على الآخر باهية، شاركوا فيها 25 مشارك أنا معاهم، وفما من العراق، فما من سوريا البلاد المنظم، وفما من تونس. اها من تونس انت فقط ولا فما شكون معاك؟ أنا فقط. اها صح عليك، معناها انت محظور. اه يعطيك الصحة. باش نوصل الحديث معاك ياسين ومع السي حافظ، حتى ناخذ بطبيعة السي حافظ هو المدرب وهو الداعم وهو المشرف على ياسين. سي حافظ يعني توا كيما ياسين في العمر هذايا ما شاء الله، يعني بعد السنوات الكل من الدعم وأيضا من الدراسة والتكوين، تعبك شوية ولا لباس؟ تعب كبير ياسر، اها تعب صدقني نقول لك تعب كبير ياسر. شنو معناتها؟ انا من 7 جويليه ما احناش في تونس، معناتها جينا لتونس على ليله وعاود رجعنا لفرنسا، معناتها من 7 حتى لو 24 واحنا لبرا من بقعه لبقعه، متعبه الحكايه صحيح ياسر متعبه. تبقى معناتها تلقى الوقت، تلقى المقابل النجاح والفوز هذاك كله، زيد ينحي لك التعب هذاك ويزيدك دافع باش تكمل المشوار اللي بدينا فيه.
نعم خاطر ممتاز. بالحق راهو متعبة متعبة بالحق. وتعب هذا ما يعوضه حتى شيء إلا جوائز، هكا الواحد ينتشي شوية. الجوائز وقت تشوف التكوين، التكوين معناتها الجائزة هي في حد ذاتها هي نتيجة العمل اللي نحبه، ما هي إلا ستيميلون دافع. نعم الجوائز والمسابقات هذه ما هي إلا دافع للتكوين، وهذاك هو اللي يهمني. معناتها ديما نقول له ما تركزش ياسر على الجائزة، ركز ما دامك حتى كنا عملنا التكوين بالكونكور وما مشيناش، حصلت الفايدة، حصلت. المهم شاركنا والحضور موجود، والمهم لا انك مش حتى تعبت المشاركة، وتعبت. حتى اي ما شاركناش، اي حتى ما شاركناش وقت وصلنا مثلا نهارتها مثلا ما مشيناش، الفايدة حصلت، هو أنه التكوين حصلنا عليه. هذا على هو. خاطر التكوين معناتها باش نحضر مثلا، شفت الواحد هذايا العرض الكونكور ليكليدور هذا سيتان كونكور انترناسيونال كبير ياسر، اكبر من سوريا ب 100 مره. الكونكور هذا معروف على الصيت العالمي. ياسين مازلت انا مرني مازال ما قلتهاش حتى في تونس، مازال ما قبلهمش، على خاطر البارح صارت اخذ فيها الميداليه الفضيه، اي نعم ميداليه دارجون. اي سلام، مبروك عليه وعليك. يعيش يعيش. العمل اللي خدمناه باش نوصل انه ياخذ جائزه عمل مضني 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 من جهته هو، على خاطر ياسين من اوت عم لاول لتو مرتاح. اوت عم لاول للا مريم الانترناسيونال 25 دوله معناتها من اللي العالم كانوا الا تونس موجودين والمغرب. وقتها في المسابقة العالمية للبيانو اللي اي التأمت في المغرب. في المغرب، وهذه لك لدور اقوى من المسابقه هذيك، من ممتاز. لك لدور اقوى 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 بياسر. معناتها نيفو معناتها معناتها شناوه، وفما 9 دول ما فما العرب الا تونس. تو نهبط التصاور تو تشوفوه، معناتها فما الاعلام نتاع الواحد نتاع الدول الـ9، كوريا الصين اليابان امريكا فرنسا روسيا، هذوما معناتها عباد عندها تقاليد كبيره ياسر في، انت عندها تقاليد كبيره ياسر في البيانو. البيانو اي اي نحاول واحنا قاعدين هكا نحاولوا نكبشوا معاهم، والحمد لله معناتها كبشنا وخدينا معناتها وجبنا جائزه حاجة باهية. محترمه. اي هذا اي هو محترمه جدا، ممتاز. وهذا بصراحه معناتها الواحد لازم يقولوا انه بصراحه بتشجيع كبير من وزير الثقافه، اي معناتها على خاطر تحياتنا ليه. الخرجات هذوما، الخروج هذايا واللي قاعد يصير والعمليه، هو مأمن بشكل كبير بياسين وبالطاقات الشابه بصفه عامه، وهو اللي قاعد يدعم في ياسين بشكل كبير باش انه الجوائز هذه تاخوها تونس، معناتها يرجع الفضل له هو معناتها اساسا. نعم انا بس نرجع نزيد نسمعه ياسين الليله في سهر الليالي. Thank you.
الله على ياسين الليلة. توا كل عازف ما شاء الله، عجبتني أنا، تخليك كتسرح مع الموسيقى. اي كل موسيقي تلقاه متأثر بأحد الموسيقيين الكبار. ياسين بشكون هيك متأثر تحت إيدان سي حافظ؟ هم هو يقول لك الحكايه هذه كيف يصير؟ ايه ياسين، شكون تحب من نعم شكون اثر فيك؟ شكون تحبك تحسه انه مثال اعلى بالنسبه لك انت في الموسيقى البيانو؟ كم فريدريك شوبان، ايه أماديوس موزار، ايه الله ولودفينغ بيتهوفن، الله. هذوما والاتراك كومبوزيتور. التركيين ما تحب منهم حتى واحد؟ ما في باليش بيهم. فما ياني، التركي. ما نسمعهمش، ما نسمع كان الكومبوزيتور الكلاسيك الكلاسيك انت الرومانتيك. متأثر بيهم برشا هيك. اي ممتاز، يعطيك الصحة. يوما ما هيك تكبر ان شاء الله وتولي كبير، شنو تحب تولي تحديدا هيك ياسين؟ وين تحب توصل؟ أحب نوصل لمستوى عالي البيانو، أحب نولي موزيسيان باهي، ميزيسيان كبير ان شاء الله هيك. وبعد ربي يعمل لي. ان شاء الله بقدرة ربي، ان شاء الله بتواصل بهذا المجهود وبهذا النشاط هذا، بقدرة ربي تولي حاجة كبيرة 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 نهار آخر بإذن الله. إن شاء الله يا رب، إن ان شاء شاء الله. الله. وما تنساش إذاعة تطاوين، إيه ما نسيهاش. ايه تذكر ديما انك تعديت في إذاعة تطاوين، ونرجعوا مرة أخرى ومرة أخرى ان شاء الله هيك. إن شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. سي حافظ، يعني الموهبة هذه اللي عاطي جهدك الكل حتى يوصل مرحلة معينة، ممكن انت محددها المرحلة هذه، ممكن الهدف، باين، يعني كل واحد عنده هدف في حياته. تمشي ايتاب بار ايتاب، مرحلة بالمرحلة هيك، انا حسيتك شوية شوية. أي شوية شوية تبقى تول. أنا حسب اعتقادي الآن الأوان باش ياسين يخرج يكمل الدراسة نتاعو البر، معناتها نعتقد أنه مازال له عام واحد آخر في تونس، اي أو حاجة أنه يكبر شوية، خاطر عمره 12 سنة تول بس نعم، الله يطول في عمره ان شاء الله. معناتها يكبر شوية حتى ينضج شوية. أنا وليت حتى كل مرة وقت نخرج أنا وياه خرجنا ياسر بلدان مع بعضنا، المغرب، فرنسا، عملنا دو فوا، مرة في ليون ستاج، في باريس المرة هذه، مشينا لسوريا، مشينا لبنان مرتين، معناتها وقع السد عام تاعو المجمع العربي للموسيقى. كل مرة في نخرج أنا وياه بشوية بشوية نخليه يعمل على روحه بشوية بشوية، يعتمد معناتها على نفسه. أي في المطار، في كذا، في تعمير أوراق، في كذا، يبدأ بشوية. المرة هذه مثلا مشيت معاه الأكاديمية هذه اللي عملنا فيها الفورماسيون، بقى ما سكنتش معاه، سكنت في بيت وحدي، فما دكتور سكنت في بيت وحدي خليت هذه يسكن. المرة هذه اي ويسكن هو مع جماعه اصحابه باش معناتها يختلط معاهم. بعدنا شويه على بعضنا. اي بعدنا شويه على بعضنا، ان شاء الله صح، مره اخرى ولا اثنين يبعد بالباهي ونولي معناتها حاطط في مخي بقدره الله يخرج برا يكمل بتاتر في انجلترا الفورماسيون بتاعه. يعني وربي يسهل على معناتها. حسب تقديراتك ان شاء الله عام اخر مازال في تونس، بعدها تحب يكمل دراسته الموسيقيه لبرا، اي قرايته الموسيقيه اي بقى. والزوز حتى اي قرايته لا زاد. قرايه، لا اللي فما دي ستركتور في اوروب، كيما اي مثلا يهودي من وين في انجلترا، اي انك الصباح تعمل دراسه والعشيه تعمل موسيقى. اها والدراسه والقرايه ما فماش ياسر ماتيرات كيما الله غالب في تونس، الله غالب على الاخر. هو الحاجه الوحيده، العائق الوحيد اللي ياسين باش يقدم بشكل كبير وطبيعي هي الدراسه في تونس. بيه شو اي على فكرة شنو عامل فقرايته؟ يا اخي امسيك بتعب كبير لاباس، معناتها معدل باهي. ساعات والله نلقى روحي في الابليكاسيون باش نقول له نقص
نقص مثلا فما بعض المواد، انا نعرف انه ممكن الواحد تو مش نقعد نحلو في حوايج اخرين ونقضوا في العباد زايد، اما فما حوايج نقولوا برا امشي حضر البيانو بتاعك، انا هذه مثال شلون نقعد نقراوها ولا نعمل تلخيص ولا تحبوا حاجه يتفرهد شويه، ممكن ضغط عليه قرايه برشا. لا لا، البيانو مش فرهيد، لا البيانو اصعب من القرايه. اي انت تحبه يستفيد اكثر موسيقيا. موسيقيا على خاطر مثلا جبدنا الحكايه على اساس انه برا مثلا فما تروا كات ماتير في اليهودي من مين ستركتور، تروا كات ماتير صحاح انجليز ومات فيزيك استوار وفيلو هذوما اللي ماتير اللي قراهم، والباقي موزيكا عند دي لي رونومي دي موند معناتها في الاله، عند عباد صحاح ياسر في الاله، هو يهودي من ميس انفيرونيست من اعلى طراز عالمي معناتها باسمه هو المعهد هذا موجود في انجلترا. ان شاء الله نحاولوا معناتها انتم تلاشوا صغار اي معناها انت قاعد توا تربط في الخيوط مسبقا هيك حتى يكون غادي ان شاء الله. بالضبط بالضبط بالضبط، نربط في الخيوط رغم اللي انه المعلوم غالي 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 جدا. ما نعرفش كيفاش مش تصير الحكايه، العاده ديما ربي يسهلها، ان شاء الله يسهلها الكلمه هذه على خاطر القرايه غادي العام الاول 120 مليون. اها حق دار في تونس. الضحك الحكايه 100، ان شاء الله ربي ديما مسهلها يتعوضوا هذوما الكل، صدقني يتعوضوا. بما انك وقفت وقفه صحيحه كمل للاخر. ان شاء الله معناتها هو معناتها الواحد يعمل باللي يقدر عليه، ان شاء الله اما ان شاء الله يمشي مع الزر قدرة ربي ان شاء الله. خلينا نستمتعوا شوية الليلة مع ياسين مباشرة في سهر الليالي. هذا ياسين، هذا الوليد الصغير اللي ما شاء الله يعني تحسك حتى ما شاء الله يعني يلعب لعب بالبيانو. الخدمة صراحة معناتها أنا ديما أقول له ما يبقى ولد صغير على الأول بالكل وقت عمره 4 سنين ما عندوش تراك بالكل. ما عنده ما تراك ما فماش، علاش؟ على خاطر ما يعرفهاش معناتها تراك. معناتها يغلط ما يغلطش عادي جدا. عادي جدا بالنسبة لي. عمال يكبر شويه بدا يخاف انه يغلط، بدا يخاف انه شو نقول له انا؟ نقول له تراك باش تخدم 100% وتبدا عندك تراك، لازمك تخدم 400% تنحالك التراك. علاش تجيك التراك وقت انت تبدا خادم 400%؟ علاش ما تجيكش تراك؟ معناتها هذيك ساعات نعملوا حتى لعب انه يبدا يعزف في قطعه او ميم تو نحكيو مع بعضنا باش الميموار دو لا ما تقعد ديما محافظه على الريتم، محافظه على كل شيء، واحنا نحكيو اون ميم طون، معناتها طريقه باش انه سي لا ماتريس توتال دو لا بيس، باش كان يدخل في كونكور ولا كذا، خاطر الولد الصغير راهو في وسط العرض ديما تجي هكا التروب الصغيره نتاع ميموار، ما يجيش يركز لك مثلا 20 مينوت ولا 15 مينوت على 15 دقيقه كامله، ما يجيش يركز. يفد صغير في العمر ويفد. هو طبيعي لا مش قادر. انا شو نعمل معناتها التروبل اللي مش تجي، معناتها احنا نغلبوها بكثره الخدمه، حتى وقت تجي التروبل ايده تمشي في بقعتها ديريكت، معناتها ما فماش مشكل. ممتاز. واللي يرد فيه الروح هكا تصفيق الجمهور هكا يتنفس، حاسه يتنفس هكا اي يحب ياسر. انت يمكن شفت الفيديو بتاعه بطبيعه. والله عامل كيف ها اي معناتها لا تنفسوا شويه هذيك، معناتها خاطر ضغط قبل، شوف قبل العرض، قبل العرض باش يعمل 10 مينيت تحسوا ساعات تغسي شويه هيك ياسر
هو يخدم 3 شهور باش يخرج 10 دقائق. اي نعم. وكي يتغير عليه البيانو يتأقلم فيه ساعة ولا يدور؟ لا يجي نقول لك يتأقلم أول حاجة، وثاني حاجة البيانو في جميع المسارح اللي فينالهم ولا اللي كونكور فينالهم البيانو ده هو نيفو، معناتها مش يلقاه ديما خير من البيانو بتاعه اللي في الدار، معناتها البيانو بتاع العروض الا ساعات يبقى في تونس ساعات يبقى البيانو بتاعه خير، اما في العروض ديما تلقى في دي بيانو بتاع 150 مليون 200 مليون اي بتاع المغرب يعمل يمكن 600 مليون. هما شوف يا سي حافظ، يعني حاليا حتى في المتاحف في مختلف الدول، يعني ممكن الاماكن الاثريه الاوتيلات الكبار ديما تلقى في الاستقبال بيانو. وعلاش ما حطوش آلة أخرى؟ لك البيانو بالذات يعني تنجم هذا تتجولك في العالم وكل تشوف المناطق. لا مش حتى يجي نقول لك حاجة، مش في العالم، اسمع مش حتى في العالم، شوف في مطار تونس كارتاج موجود، شفته مؤخرا، شفته وزارة الثقافة حطت الجناح نتاعها حطت بيانو. عجبني والله آخر مرة مش أيوه آخر مرة مشينا سوريا الطيارة وخرت يمكن فما بان صار وخرت 9 ساعات. لا هي ديما مؤخرة يعني، سامحني هي ديما مؤخرة. اي ما نهارتها فما بقى معناتها تابع التوخير زي ما ديما ما نحبوش مدامي في فرنسا ديما الحنين كبير لتونس ديما نقول صار بان وكاهو. ياسين استغل ال9 سوايع هذوكم خدمه، عمل 9 شيخ وجماعه المطار وشيخ هو، واحنا محضرين ماشيين لسوريا قبل نهار من العرض قبل نهار من الكونكور، عمل كده يمكن فاسيل مو ربحنا 2.5 ساعة تدريب. شوف حاجة ياسر ممتازة، رب حاجة صدفة هذه. اي والله أحليه. حتى وزير يعطيهم الصحة، بعت له مساج، قلت له حاجة جميلة جدا ورائعة انك حطيت بيانو في الجناح بتاع وزارة الثقافة. ممتاز. في ان شاء الله ان شاء الله يكثر. هم فما بعض الفنادق في تونس زاد موجود فيهم البيانو، البعض موجود مش الكل بطبيعه، اما ان شاء الله تتعمم هذه. فما زاد عملوها في الفضاءات التجاريه الكبيره، مش في تونس سامحني، لبرا فضاء تجاري كبير تلقى فيه بيانو هكا، واللي مغروم مسموح للمجال انه يعزف. اي ما موجود مثلا المره هذه في المحطة في نتاع مترو في فرنسا زاد غار دو ناس مثلا لقينا فيه بيانو. بدات تتعمم محلاها في تونس، كانت زاد تتعمم اكثر معناتها في بقايا مثلا كارفور ولا والله سي حافر يخافوا انه اكل بيانو يغناوا 4 من الناس يحملوا فيه هزينه ومروحين، هذا هو اللي تخاف منه. والله نقول لك حاجه، اسمع كان يزلنا ديما اونوز داير بقدره الله، راه والله توسي والله باهيات غير ان شاء الله تتعدل الفتره هذه، معناتها ان شاء الله تتعدل توسي راه كون على خير باذن الله بطبيعه. شوف نحلموا ونستحقوا ونستاهلوا زادة بين ظفرين، نستاهلوا احنا كتوانسة ان نتقدموا اكثر، ان بعض الحاجات ممكن الكونفور هم الاساسيات قبل كل شيء، وبعض الحاجات زادة الرفاهيات واللي من حقنا احنا كتوانسة يكونوا موجودين ان شاء الله. ان شاء الله الواحد يأمل خير. خلينا نزيد نسمعك شوية ياسين، تستمتع انت معانا واحنا زادة والمستمعي إذاعة تطاوين الليلة. Thank you.
الله على ياسين. سي حافظ، مع سيدي. الأصوات هذه اللي قطعتها مع ياسين، شنو هو اللي ما مشاش معاكم مثلا؟ مشيت معايا البرامج التعليم هي اللي ما مشيتش معايا، هي اللي ما عذبتني. برامج التعليم هي اللي ما عذبتني. فما سير شارج كبيرة، فما سير شارج كبيرة، فما ياسر شارج، وفما ساعات تحس بوريان بربي. يجي نقول لك تربية مدنية، تربية تشكيلية، تربية دينية، تربية موسيقية، تربية سنة، تربية سيفيك مدنية، ولا تربية بدأ معناتها ايه. فما ستة، فما ستة ولا سبعة، وإن شاء الله يتربيه. والله إن شاء الله. شو أقول لك؟ أنا يا والله معناتها سي حافظ، اي هذاك حتى كان أسمع، حتى كان يقولوا، ما نحكيش حتى على الفايدة، نحكي على الوقت زاد. معناتها صغير تبع التعب، تتبعه معناتها في حوايج كيما هكا على جدوزون، يعمل لك 8 سوايع وستة سوايع وخمسة سوايع وستة وأربعة سوايع الداكور دوره. وأنا معناتها القراية هامة ياسر، معناتها الخاطر باش تكون مهمة موسيقي أكيد. قوي، موسيقى قوي، وانت في مخك فارغ، ما عندها حتى معنى. يلزمك تكون قاري ومثقف بالباهي وفاهم مخك ماشي منيح بالباهي، ومع الـ مع الـ مع الموسيقى تبقى. يلزم زاده المعادله، تلقى معادله صحيحه. سينو راهو البيانو يا خويا، يا خو وقت تو عصر الاكسلونس، ما تكونش اكسلون ما تمشيش. ما يبقاش العباد ياسر والمطالب ياسر والرغبه ياسر والكونكورنس ياسر. امس انا في انا فما خاطر في الاكاديميه أها. هذه تنجم تعمل دياغنوستيك لولدك. انا عملت دياغنوستيك امس سنتين، شنو هما الحوايج اللي ما يمشيوش، شنو الحوايج اللي نصلحوا، شنو هما الديفولي في صوابعه، شنو كذا. السيد معناتها اللي هذايا ديريكتور ارتستيك نتاع الكلي دور ان سوميتي في العالم في البيانو، قال لي بالنسبه للعمر نتاعو حاجه حلوه ياسر 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 بالنسبه للعمر. تبقى فما دي ديتاي يلزمهم يصلحوا تو قبل ما يكبر، يكبر اها يولوا له عوائق كبيره. اها يلزم انت و... ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. هنا معناتها قالوا في العالم راهو مش كان انت معناتها في العمر هذا، فما ياسر في العالم في عمرك اللي يجموا يعملوا اللي تعمل فيه انت حاجه اكسترا اوردينير. فتبقى راهو يلزم عباد خادمه بالباهي. احنا هنا نعم، فما في تونس فما شويه امكانيات نفسهم شويه لا في ان شاء الله، المسائل. ان شاء الله تكتمل الامور كلها. انا الليله والله فرحان برشا انكم معانا سي حافظ، لانك نورتني انت وياسين. انا بس نخلي لك الكلمه اللي كنت المستمعي اذاعه التطاوين سواء تقولوا سي حافظ وياسين زاده. أنا عندي حاجة نحب نركز عليها. هو راهو بالنسبة للأولياء الكل وبالنسبة للصغار الكل، راهو ما فماش حاجة دوي، راهو هذا يطلع دوي، طلع دوي، ما فما حتى واحد يطلع دوي. راهو فما تخدم ولا ما تخدمش، فما العباد في العالم تو ولاو يتصنعوا، الامكانيات الاختصاصات يتصنعوا. معناتها شنو تجي هيك دويش، معناتها دوي اي، معناتها كما نستناو ديما القدر وبرا، معناتها جايب حاجه ولا ما فماش، فما خدمه. وعلى البلاد هذه معروفه، معناتها اذا الشعب يوم من اراد الحياه فلا بد ان يستجيب. فهمت معناتها ما فماش هذه راهو دونك هذه شنو. انا ما نمش بها ياسر حسب التجربه نتاع ياسين، الخدمه، الخدمه تجيب كل شيء، الخدمه والمعرفه، خاطر تنجم تخدم في الفارقه. الخدمة المعرفة زادة ضرورية والمعرفة. جدا، اثنين مع بعض الخدمة والمعرفة بإذن بتاع الله. قدرة الله الإنسان يوصل. معناتها اللي يحب يعمل على الطبيعة باش تبعث له كادو ينساه الحكاية هذه. هذا هو يا سيدي، الله يبارك لك، إن شاء الله تشوفه في مرة تبع عالية كبيرة كبيرة كبيرة. وينو ياسين؟ خلينا نودعوه هاي ياسين. تشوف. ياسين ياسين، شنو نعم تقول؟ شنو تقول إذاعة التطاوين الليلة؟ إن شاء الله ربي معاكم ويعطيكم الصحة. اي، وترجع لنا مرة أخرى تكون حاضر معنا في الاستوديو إيه إن شاء الله. إن شاء الله يا سيدي. في انتظار الطيارة نهار الأربعاء ترجع لتونس، إن شاء الله ديما موفق وديما ناجح، وربي يخلي لك العائلة يا سيدي، ربي يحفظهم إن شاء الله العائلة هذوما. شكرا سي حافظ، نورتني الليلة، نورتني الليلة، شكرا، يعطيكم الصحة، شكرا، وإن شاء الله بالتوفيق بإذن الله. وليد صغير موهوب، موهبة غير عادية ما شاء الله، البيانو اللي هو رفيق دربه حاليا. شكرا، شكرا لكم، نورتوني.